إلى الثوب الأبيض ببلادنا. التكشدة أيضا تكسوها ثلوج، وهي القبلة التي تحظى بتوسعة هياكل الاستقبال والترفيه وسط إقبال المتزايد للعائلات، خصوصا مع فصلي الشتاء. يقول رامي عامر: لطالما عدت الحظيرة الوطنية تكجدة بولاية البويرة مساحة مثلى للرياضيين الشغوفين للتمرن وسط القمم لشحذ الهمم، ومقصدا للعائلات كمتنفس للراحة والتمتع وسط الطبيعة. يعني مناظر يعني خلابة، يعني تجي الناس في الويكاند تقدر تتفسح. مرتاحة كي جيت هكذا مع أولادي وأخواتاتي. يعني لاباس. واحد من البرج تلاقينا كامل هنايا، هذوك هنا دوك نتفرقوا كل واحد وين يروح. صح فرصة. فرصة عيدة هذه ما تتعوضش كامل. تعزيزا لقدرة استقبال السياح، تكجدة تدعمت بهيكل بقدرة 150 سريرا مجهزا بمختلف وسائل الراحة وبأسعار محفزة. On a complété le complexe. On l'a complété par un service animation où donc il a permis de des randonnées, le VTT, le ski, on a des guides, même les tarifs sont on applique des tarifs à la portée de tout le monde. هذا وينتظر تدعيم المنطقة بمشاريع هياكل رياضية تعزز قبلة الرياضيين.